أصدرت اللجنة العليا لأمن المطارات قراراً بفتح مطار بغداد الدولي أمام المواطنين. جاء هذا القرار نتيجة الاستتاب الأمني الذي حصل في العاصمة بغداد وفي جميع المحافظات العراقية مقارنة في السنوات السابقة عندما كانت تحصل هناك انفجارات وتفجيرات واستهداف لمؤسسات الدولة. نتيجة لذلك ربما أوعز وزير الداخلية لأمن المطارات بضرورة فتح مطار بغداد الدولي أمام المواطنين. يعني مطار بغداد الدولي يا رياض هو يعني هنالك جهة مخصصة ومكان محدد يصل إليه المواطنين. عندما تنتهي هذه النقطة تكون هنالك سيارات أو ربما تاكسي يأخذ المواطنين إلى الدخول إلى مطار بغداد الدولي. أصبح الطريق مؤمنا بشكل كامل من البيت إلى مطار بغداد الدولي بالتنسيق مع طبعا اللجنة العليا لأمن المطارات التي أوعزت بفتح هذا القرار أمام المواطنين. طبعا بعد أن كانت هنالك إجراءات أمنية ولوجستية مخططة مع مطار بغداد الدولي والجهات الأمنية الماسكة الشركة الأمنية الماسكة لمطار بغداد الدولي إضافة إلى لجنة العليا لأمن المطارات، فبالتالي تم فتح هذا الخط وتكون عملية الوصول إلى مطار بغداد الدولي بسهولة ويسر. وزيرها في تأمين مطار بغداد الدولي والمطارات الأخرى في هذه المرحلة، تفضل. لم أسمع السؤال يا عبدي. يا رياض، سؤالي ما هو دور وزارة الداخلية ووزيرها في تأمين مطار بغداد الدولي والمطارات الأخرى؟ بكل تأكيد يا رياض، يعني كما ذكرت سلفا أن نتيجة إجراءات أمنية ولوجستية أمنت مطار بغداد الدولي والمناطق المحيطة بمطار بغداد الدولي بإجراءات أمنية مشددة ومكثفة. الجميع لاحظ ربما هنالك استتابا أمنيا في بغداد وفي جميع المحافظات العراقية، يعني لم يحصل هنالك أي خرق أمني يعني كما كان في السابق عندما تحصل تفجيرات واستهداف لمؤسسات الدولة أو حتى ربما صواريخ. الآن اختلف الموضوع، نتيجة لذلك أمن مطار بغداد الدولي. ربما قد يكون هذا الأمر لجميع المطارات ربما في الفترة المقبلة حتى تؤمن وتفتح بشكل كامل. يوم السبت ويوم غد سيكون أول رحلات المواطنين إلى مطار بغداد الدولي بسهولة ويسر من البيت إلى يعني الدخول إلى مطار بغداد الدولي. كان في السابق هنالك مكان محدد ومخصص يترجل من عدها المواطنين ومن ثم ينتقلون. بعد الإجراءات الأمنية التي ربما طورت وحسنت العاصمة بغداد وحتى المناطق المحيطة بمطار بغداد الدولي تم تأمين هذا الموضوع، وربما سيفتح يوم غد. يعني أوعظت اللجنة العليا لأمن المطارات سيكون مطار بغداد الدولي مفتوحا بشكل كامل من البيت إلى عتبة المطار. نعم. طيب بسؤال أخير، إذن كيف استقبل الشارع البغدادي هذا الإجراء الذي يوصف أو وصف من قبل بعض بأنه بصالح المواطن؟ تفضل. بكل تأكيد هكذا إجراءات يعني يحتاج إليها المواطن، خاصة هذه الإجراءات الأمنية التي يحتاج إليها. يعني كما ترى يا رياض وكما تعرف أن هنالك يعني مبالغ كبيرة تؤخذ من المواطنين كما يسمى تاكسي المطار، وتؤخذ مبالغ كبيرة 50,000 و60,000 نتيجة يعني هنالك تاكسي مخصص ينقل المواطنين من مطار بغداد الدولي إلى منازلهم، وكذلك بالعكس. عندما تكون هكذا الإجراءات ربما تخدم المواطن العراقي كونها توفر له الكثير من المال أو توفر له يعني ماله، فبالتالي لا يحتاج إلى تاكسي أو ربما لا يعني تكون عملية الدخول يسيرة. عندما يودع المواطنين أسرهم وأقاربهم ستكون بصورة يسيرة. هذه الإجراءات لم يحتاجها المواطن أمن المطارات حتى المعاملات في وزارة الداخلية وبالتحديد مديرياتها. هذه الإجراءات ربما حسنت وطورت الواقع الأمني وحتى الإجراءات الروتينية التي يحتاجها المواطن بشكل كامل بكل مفاصل وزارة الداخلية.